thank you كل صباح الفل والياسمين الاحلى واغلى واروع مستمعين ومشاهدين مستمعي ومشاهدي الاذاعه الوطنيه التونسيه في صبيحه هذا اليوم السعيد باذن الله الاثنين 29 مارس 2021 الموافق ل 6 شعبان 1442 للهجره. ان شاء الله بدايه اسبوع موافقه للجميع وهات خنشوفوا أهم الأحداث المنتظرة في بداية هذا الأسبوع وفي هذا اليوم بالتحديد. صباح النور مرة أخرى الناس الكل، اليوم إضراب منتظر بخمسة أيام للمهندسين. التونسيين. بداية أتحب. الأسبوع بإضراب الله غالب خمسة أيام للمهندسين. إحنا لبس علينا معناها أمورنا خمسة على خمسة، البلاد قاعدة تمشي. شيء من عجب معنا بسرعة قياسية فات سرعة اللي موجودة في السيارات معنا ستة مئة كيلومتر في الساعة تسير البلاد زيد اضراب والاضراب ما عادش قبل كان اضراب ناس بين هاي تولى بالخمسة مفتوح ولا بالخمسه ايام خمسه ايام والاضراب مفتوح برا ولا الاضراب هذا نتاع المهندسين هو اضراب يعني من من خمسه ايام حتى الاثنين افريل والاضراب غيابي باش ينفذوه المهندسين في كل المؤسسات المنشات العموميه وبكامل تراب الجمهوريه هذا كما جاء في نص البلاغ مع اقرار الامتناع عن الحضور لمراكز العمل والتوقف التام عن كل نشاط بالنسبه للعاملين عن بعد مع عدم الاستجابه لاي نوع من الاتصالات الهاتفيه أيه. هذا احتجاجا على عدم ايفاء الحكومه بتعهداتها المثابة بمحضر جلسه عجبتني معناها الاتصالات الهاتفيه ايا أي إن كان نوعها أيه. ما سكروهم التليفون <applause> اما انا متاكد انهم يحلوا كان وقت يطلبوا مرتو معناها الاضراب <applause> <applause> باش ترافقوا وقفات احتجاجيه واليوم تجمع للمهندسين بنهج كامل اتاتيرك من 9 حتى نصف النهار بالنسبه للجهات عندهم حريه اختيار مكان الاحتجاج <applause> الحوار نسينا احنا ولينا من هنا نساعد وما غادي ينصعد والنجم يكون راهو عندهم حقهم وصحة معهم الحكومة وما تبقتش الالتزامات لكن توقيف الانتاج في البلاد في الظرف هذا صعيب في الظرف اللي ناس تتحدث يا يا معنا. يا جماعة, <applause> يا, جماعة يعني. يا جماعة الخير يا جماعة الخير تعرفش يتحدثوا علينا البرة والمؤسسات المالية المختصة يقول لك احنا ماشيين نحو السيناريو اللبناني انا وين ماشي وانا مانيش في بالنا بالحكايه هذه واقف لانتاج خمس ايام اضراب بشهرين اضراب مفتوح. مفتوح ارقام عادة. قياسيه اذا كان والله يمكن ندخل الجينيس بوك بعدد الايام اللي نعملوا فيها اضرابات في العام يوميا فما اضراب على الاقل ####هات هات# حدث اليوم المؤسسة القانونية الدولية جمعية المحامين والقضاة الأمريكيين ومبادرة سيادة القانون أبارولي نظم حفل لتقديم الدليل التطبيقي للمحامي حول التدابير والعقوبات غير الاحتجازية... بواد ليز بجندوبة اليوم يتم تدشين مستوصف منطقة الدخيلية باش يكون في المركز هذا وحدة طب أسنان مجهزة صيدلية مخبر وقاعة علاج وقاعة استقبال <applause> بلدية تونس اليوم تفتتح ورشة, ورشة أولى لإطلاق المشروع النموذجي تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة بمدينة تونس بالشراكة مع وزارة المرأة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومنظمة تحالف المدن في الثقافة يتواصل الاحتفاء باليوم العالمي للمسرح وأسبوع اليوم العالمي للمسرح لنظم المسرح الوطني التونسي حتى ال 31 مارس اليوم فما عرض سكون لنعمان حمدة بقاعة الفن الرابع حسب البرنامج المعلن عليه وبالمنستير مركز الفنون الدرامية والركحية في برنامج الاحتفال باليوم العالمي للمسرح ينظم اليوم معرض صور لنشاط المركز ورشة في أبجديات فن التمثيل مع عرض لمسرحية سوق سوداء لعلي اليحيوي إنتاج مركز الفنون الدرامية والركحية بتطوين مع تذكير انه جي موانزا معناها احنا نهار قبل التظاهرة الحدث انشانا في أساحة الثقافية عودة مهرجان الاغنية التونسية بعد تقريبا 11 12 سنة, سنة. من اللي وقف المهرجان عليه شو كيفاش وقف الله يهدي من كان سبب ولكن العودة هذه المؤشرات كلها والمتابعين عودة من الباب الكبير باش تكون في قاعة الاوبرا بمدينة الثقافة ثم عملية تنظيمية وتنسيقية صارت وعليش نقول صاحب الدعوة اللي باش تحصل يعني كلها بالدعوات صاحب الدعوة أو صاحبة الدعوة اللي عندها الاستدعاء باش تحضر السهرية هذه هو في حد ذاته ترخيصا للتجول خلال حضر الجولين باعتبار أن السهرات تبدأ تسعة متعليل باش توفى نصف الليل فكيف يروح الشخص يستظهر بالاستدعاء هذاك اللي حضر به في مهرجان الأغنية على امتداد خمسة أيام تقريبا هو خمسة أيام نهار, يمين. نهار 31 ايه. إلى حدود نهار ثلاثة أبريل الاستدعاء ايه. هذاك يستظهر به وقت اللي وقفوه الشرطة باش تثبت يستظهر به وبالتالي يسمح له بالتجوال في كل فترة هذيك ما بعد السهرة أي من نص الليل ماضي ساعة ولا ماضي ساعتين حتى يوصل الباب داره العملية تنظيمية مهمة وصار فيها التنسيق بين اداره المهرجان والاجتهاد هذا وبين ايضا الوزاره الداخليه وولايه تونس ووزاره الثقافه والمصالح المختصه السادسه صباحا و51 دقيقه هنا في تونس كما العاده نقول لكم صباحكم فيروز.